السلام عليكم، انا فاطمه الملياني جيرونت ديال مطعم ابو فاطمه بشاطئ مهديه بالقنيطره. وعلى حسب السؤال ديال الصحفي، كيفاش كانت الاجواء ديال التجاريه من بعد رفع الحجر الصحي؟ هنا كنطمنوا والحمد لله بدينا في تحسن، وكنا كنقتصروا على وجبه الغداء. دابا ان شاء الله ولينا حتى كنديروا وجبه العشاء، يعني الزبناء ديالنا ولاو كيجيو في الاوقات الليليه، وحتى الزبناء ديالنا اللي كانوا بعاد في المناطق البعيده بحال فاس، مكناس، الخميسات، ناس كازا، ناس ديال العيون، حتى هما ولاو كيجيو، يعني ما بقاش ديك يعني المنع ديال جهه مع جهه. والحمد لله حنا في تحسن، والعطله دازت شويه ناقصه لحقاش كاع الاطفال والوليدات ديالنا عندهم الامتحانات، يعني الوالدين ملاهيين مع وليداتهم في البريباراسيون ديال لي زيكزام. وحنا تنقولوا لهم حنا راه ولينا كنحلوا بالليل، ومرحبا بهم والف مرحبا يجيو عندنا، ورحنا بلا بهم ما كنسوا والو. السلام عليكم، معكم يوسف جريدي مول المقهى ومطعم الوئام بمهديه الشاطئ القنيطره. طبعا اللي هو ترفع علينا الحمد لله، اللهم لك الحمد، كاين شويه ديال الانتعاشه وكنتمنوا ما احسن، واللهم لك الحمد، هذا وباء من عند الله، احنا قابلين الحمد لله، وصابعي الصحة والسلامة، واللهم لك الحمد، ومرحبا بالزبائن. أني جامع شاطئ مهدية، تقريبا 50 عام وأنا هنا، زعما الحمد لله، وأنا هذا المرض هذا اللي كان هذا قصحنا شي شوية، وحنا صابرين تاني في راسي يا ربي، دابا خاص واخا قصحنا من ناحية التجارة ما كايناش، التجارة ما كايناش. إذا ما كايناش وبغينا نمشي بحالي بكري، ودابا حنا الحمدلله جالسين وتنتسنى غير السبت الحدي، كاين يومين السيمانه هي اللي كاينه، الايامات كلها غير الراحه، كاين النعاس وصافي، وين يومين السيمانه شي شويه تيجي شي ضراوات، كان البرد بنادم كان الشتاء بنادم شويه، فاش كان الوقت تكون زوينه كان المرض على كل شيء. بنادم الحمد لله بنادم بقى تكرفش شويه، اللهم لك الحمد، هذا الشيء اللي عطاه الله. ما كاينش تحسن؟ ما تحسن اخويا هذه الساعه ما كاينش تحسن. نحسو واخا حيدو دابا بنادم يمشي بحالو بكري، بنادم يدخل بحالو بكري، بنادم تسعود بحال كلشي خاوي، ما كاين حتى واحد يدور هنا. شنو تقول الجهات المعنية؟ واش نقول المعنية دابا هما صابرين معنا، ومن الدو صابرين معنا، ومجلس البريد صابر معنا، خطرة خلصوا، خطرة يتصرفوا معنا بشوية بشوية على حسب الظروف، على حسب الظروف مساعديننا حتى هما، والله راك هي مساعدة أنا. تتسنى الفلوس، تتسنى الفلوس صحيحه، وكل سيمانه ندير بشويه 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 بشويه، ما مساعدين معنا، هادشي اللي عطاو الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.